سيكون معنا إذن من رام الله الدكتور رمزي عودة، وهو مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. سيد الفاضل، ما هو المقصود بتدخل دولي حقيقي الذي أعلنت عنه فلسطين فيما يتعلق بوقف الاستيطان؟ أهلا وسهلا. موضوع الاستيطان موضوع شائك لأنه يقتل حل الدولتين ويجير كل الجهود الممكنة من قبل الدول بما فيها الدول الكبرى لصالح العملية السلمية يحولها إلى الفشل، وهذا واضح جدا. إسرائيل يعني تقوم بإجراءات يوميا على أرض من أجل تغيير الديمغرافيا والجغرافيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الخارجية إجمالا والقيادة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بقضيتين أساسيات: تجميد الاستيطان ريثما يتم الخروج بمفاوضات على الأقل تؤدي إلى حل الدولتين، وبالضرورة يتم يعني وفقا لقرارات الشرعية الدولية القاضية بتحريم الاستيطان واعتباره تجريم، اعتباره جرم دولي. النقطة الثانية والمهمة جدا أنه مساءلة إسرائيل عن جرائم الاستيطان، وأنت تدرك أن هناك قرارات دولية مهمة في هذا الموضوع، ولكن هذه القرارات لا 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 لا, لا تطبق في المجتمع الدولي، وبالتالي يجب أن تسأل إسرائيل عن جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة الاستيطان. الاستيطان ليس فقط قتل لحل الدولتين، الاستيطان يعني جرائم مستمرة من قبل المستوطنين وميليشياتهم المسلحة أمام أعين وحراسة جيش الاحتلال، وهجماتهم المستمرة ضد المدنيين والفلاحين الفلسطينيين. أكثر من 100 هجمة يعني يقوم بها المستوطنين شهريا ضد المدنيين والفلاحين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي والبؤر العشوائية، البؤر الاستيطانية العشوائية والطرق الالتفافية وإتلاف الممتلكات الزراعية والمحاصيل الزراعية والأراضي. إذن أنت تتحدث عن مجتمع مستوطن، هذا المجتمع موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يخالف قواعد القانون الدولي ويقوم بجرائم ضد الشعب الفلسطيني أمام أعين وتسليح الجيش الإسرائيلي، وأنت تعلم أن بن غفير نفسه يعني هو يقوم بتسليحهم، تدريبهم أيضا من تحت حجة الدفاع، دفاع أمام العرب، أمام هجمات العرب. فإذا إحنا نتحدث عن جريمة بحق عملية السلام وبحق القانون الدولي، ويجب وقفها فورا. دكتور، أنت هنا قدمت الواقع، ولكن ما الذي يدفع العالم الغربي أن يتحول بتحقيقاته إلى التحقيقات الحقيقية فيما يتعلق بالاستيطان؟ بمعنى أدق، ما الذي يحركه من حالة السكون التي أشرت إليها إلى الحركة التي طلبت بها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بقضية الاستيطان؟ أعتقد أن هناك حراك اليوم في تغيرات في المجتمع الدولي. هذه التغيرات ارتبطت بربط فكرة الاستيطان بالأبرتايد الإسرائيلي. هناك مناشدات دولية لوقف سياسة الفصل العنصري، والاستيطان أحد أهم الأدوات الأساسية التي تستخدمها حكومة الاحتلال بفرض واقع الفصل العنصري. هذه نقطة مهمة وشملتها التقارير الدولية. النقطة الأخرى أن هناك رأي عام دولي شعبي ضاغط ضد دول الغربية أو حكومات الدول الغربية، يطالب إسرائيل أو يصف إسرائيل بأنها احتلال دائم للأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الاحتلال أدى لنظام فصل عنصري، ونحن شاهدنا جميعا التحولات الأخيرة في الرأي العام الأمريكي، والتي طالبت بمجتمع دولي ومجتمع أمريكي خالي من الأبرتهايد، إضافة إلى توقيعات وعرائض مئات وألاف الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني الأمريكية. إذن هناك تحرك. طب دكتور رمزي أعتذر هنا عن المقاطعة، إذا كانت النقطة الأساسية في إطار متن الإجابة فلتتفضل أولا. تفضل. النقطة الأساسية نحن ننتظر قرار محكمة العدل الدولية اللي هي ماهية الاحتلال. يفترض أن يتضمن القرار نتائج تحقيقات تساوي الاحتلال بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي يقوم بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني وفرض واقع من الاحتلال الدائم والفصل العنصري. بناء على هذا القرار الاستشاري يمكن أن نلتجئ إلى المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية أيضا في الدول الغربية، ونطالب بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته. هناك في تغيير في قواعد القانون الدولي لصالحنا وليس لصالح إسرائيل. إسرائيل
اكتشفت نفسها. الحكومة الإسرائيلية الفاشية ساعدتنا أن نظهر واقع الاحتلال أمام العالم، لأنها حكومة عنصرية وتقوم بالتنكيل بالشعب الفلسطيني يوميا، جرائم مستمرة. هذا يعطينا فرصة أن نطالب العالم أن يقف أمام مسؤولياته. أتوقع من خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يطالب الأمم المتحدة بانسحاب أو بإعداد خطة عاجلة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الاستيطان وقبول فلسطين عضو كامل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا يغير الموازين على الأقل الدولية لصالحنا. هل تتوقع دكتور رمزي، أنت غيرت محور السؤال القادم بما تفضلت بالغوص فيه، لكن السؤال، هل تتصور أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع هذه الانتهاكات بنتائج أو أهداف مؤقتة قريبة تستطيع أن تحققها فتثبت عليها ثم تعيد البناء على ما بعدها؟ هل هذا هو التكتيك المتبع في ظل هذا الأمر؟ وألحق هذا السؤال بهذه التمهيدة، لأنه كل ما تفضلت بالإشارة إليه بشأن الانتهاكات أو تصدير هذه الصورة للمجتمع الغربي الداعم لإسرائيل، ليست هذه المرة الأولى، المحاولات الفلسطينية سابقة ومتكررة. ما هو الجديد في تقييمك؟ صحيح، الجديد أنه هناك تغير في الرأي العام الدولي، هناك تغير حتى في مواقف الدول الكبرى، الدول المهمة مثل أستراليا، نيوزيلندا، هناك تحولات في الرأي العام الأمريكي، هناك أيضا أقطاب في الحزب الديمقراطي تطالب بشكل كبير بإنهاء نظام الاحتلال والفصل العنصري لإسرائيل. هذا الكلام لم يكن موجود قبل 5 سنوات. اليوم موضوع الوجه الحقيقي لإسرائيل، الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني أصبح حقيقة ليس فقط أمام الشعوب، يعني أمام الحكومات جميعها تنظر، أنه حتى الدول الحليفة لإسرائيل مثل الولايات المتحدة تنظر وتؤكد أن إسرائيل باتت تحرجها بتصرفاتها وبسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة يعني أن تدافع عن إسرائيل، خاصة بعد مثلا فشل مفاوضات العقبة وشرم الشيخ، اللي الولايات المتحدة أيضا حملت إسرائيل مسؤولية فشلها بشكل مستمر. أنا أعتقد أن هناك تغيرات إيجابية، لست متفائلا للحد الذي أقول أنه يعني غدا أو السنة القادمة سوف يتم الاعتراف بدولة فلسطين أو بانسحاب إسرائيل، لكن أنا أعتقد بشكل جازم جدا أن كل هذه الخطوات التي نقوم بها خطوات أساسية ومهمة على طريق التحرر والاستقلال، وأن المجتمع الدولي بات عليه أن يتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني، هو يدرك تماما أن الاستيطان أداة بيد جيش الاحتلال لفرض واقع جديد، واقع يقتل حل الدولتين ويفرض نوع من التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. هذا أصبح أمام العالم موجود في الشيخ جراح، في مسافر يطا، وفي غيره يعني في غيرها من مناطق الضفة الغربية. أوروبا اليوم، صحيح أن أوروبا لم تتخذ مواقف حاسمة من هذا الموضوع، الملف ما زال بيد الولايات المتحدة، لكن هناك أصوات كثيرة في أوروبا، في فرنسا، في السويد، في حتى الدول اللي بتحكمها أحزاب يمينية، يعني هذه الدول تنظر بطريقة إيجابية لصالح التسوية، تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. إسرائيل بسياساتها كما قلت تحرج حليفتها الولايات المتحدة. اليوم في تغيرات، بعتقد أنه قرار محكمة العدل الدولية المنتظر كالقرار الاستشاري سوف يعطي الفلسطينيين الأدوات القانونية اللازمة للتحرك دوليا، وهذا سوف يحاصر إسرائيل دوليا. وكما كنا جميعا نتذكر أنه بدايات المقاومة الشعبية القوية في جنوب أفريقيا ضد حكم الأبرتهايد انتهت بعدما تحالفت أو بعدما قامت الدول الغربية نفسها بالاعتقاد أن استمرار هذه الحكومة العنصرية، قصدي حكومة البيض العنصرية، يعني لا تنفذ مصالح. تتخيل دكتور رمزي أن هذه النقطة تحتاج إلى حلقة نقاش بحثية فيما يتعلق بأوجه الاتفاق والخلاف والظروف المواتية والتاريخ، وهل التاريخ يعيد نفسه إذا ما عقدت المقارنة وسبل الحل هنا واحتمالية إعادة استنساخها في القضية الفلسطينية؟ ولكن الوقت هنا حاكم. أنا مجبر على شكرك الدكتور رمزي عودة، وأنت مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إذ كنت معنا من رام الله بالضفة الغربية المحتلة. شكرا يا دكتور.